فقدان التواصل بين الزوجين أو ضعف التواصل بين الزوجين، وهذه المشكلة أصبحت أكبر وأعظم وأظهر في زماننا هذا مع وجود وسائل التواصل المعاصرة التي زادت من انعزال الزوجين عن بعضهما. وهذه المشكلة مشكلة خطيرة جدا مع مرور الزمن، وقد تتفاقم بين الزوجين حتى يصبح وجود كل واحد من الطرفين ثقيلا على الآخر ويتمنى البعد عنه، وقد تعظم الخطورة بأن يبحث أحد الطرفين عن منفذ للتواصل يعوض به ما يشعر به من فقد التواصل مع الطرف الآخر. فتتواصل المرأة مثلا مع رجل، وقد يكون هذا التواصل في بداية الأمر بقصد حسن، ثم يزخرف الشيطان ويتلاعب الشيطان بالمرأة والرجل حتى يقود إلى ما لا تحمد عقباه. فقد تتواصل المرأة مع طالب علم أو مع شيخ تبحث عن فتوى شرعية، أو تتصل بمصلح اجتماعي بحثا عن حلول اجتماعية، ثم يقود الشيطان إلى التوسع وإلى زيادة في الكلام، مما قد يجعل المرأة تتواصل مع هذا الرجل فيما لا تحتاج إليه، وقد يجعل ذلك الرجل يتساهل في التواصل مع تلك المرأة. ومن هنا فإني أدعو طلاب العلم والمتخصصين الاجتماعيين إلى تقوى الله وعدم التوسع في الحوارات مع النساء، والاقتصار على الحد الواجب الذي لا بد منه، فإن هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. ونحن نسمع أسئلة كثيرة تدل على خطورة هذا الأمر. وأما تواصل النساء مع مفسر الأحلام بحجة تفسير الأحلام فهذا خطير جدا، ونحن نوصي ألا تتواصل امرأة مع رجل في تفسير الأحلام، لا سيما وأن ندرك أن الرؤى والأحلام تكشف كثيرا من أسرار من يراها، والذي يعرف تعبير الرؤى وتفسير الأحلام يدرك خطورة هذا الأمر. وقد لا تكون هناك تقوى رادعة عند أحد الطرفين فيقود ذلك إلى شر عظيم. قلت هذا في ضمن كلامي عن هذه المشكلة لمناسبة أن المشكلة قد تكون سبباً لهذا التواصل الذي ندعو إلى التنبه إلى خطورته وإلى التعامل معه بما يقتضيه.